مين اللي هتشطح على الارض؟ سعد ولا زيد؟ حسن طلع مو حسن ايش اسمه؟ ابو حميد ابو حميده ابو مهدي هذا ابو مهدي ظاهر ظاهر معلش فكرت ابو مهدي لا لا ما في حلوه ابو ذكرى خليك تقدم انت ابو مهدي خليك مع ايه خليكم خليكم معلش ما معكم شيء تخسروا خلاص واحد ضد بعض لا يا ابو حميد انزين خليك على تصعب انت المهاجم الوحيد لك احنا عم نضيع وقت اول مباراه يا شباب قوموا المشت يا شباب ارفع ايدك عشان احط كله واطلع استاذ عبدو ما تصدي ها ما تصدي انا كنت وعدك ما تصدي يلا يلا هلا نزل أبو مهدي خبر الحكم بدي يطلع أبو مهدي لا يصير بداله مهاجم لا 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 خلينا نريح شوي تفضل يا أخي حارس بس عرفت والله حركاته بتخوف والله انتقالاته تطير والله يا رولاندو ما حدا بيعرف يهجم ما حدا بيعرف يهجم ما بيعرف يغطوا ما بيعرف يهجم هاي جول يلا ظاهر هذا الباقي
ابو الثيف بدل انت وذكروا الحارس وهجوم. لا 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 هيكس الزمن لا سوى شيء لا لا إجا هو هو عبقول ما سوى شيء ما بالكم ما سوى شيء عبقول ما سوى شيء نصيحتي واضحة قولي يا حبيبي هذا ما حلو يا ضار جيني تسخر يا يا شرط الله بس 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 حلوة أول مرة توصل إلى خلي يرضى حلوة كيف الشباب إذا بدخل جول قد كم دخل يضرب دخل جول بعد؟ إذا دخلنا جول بقد يدخل جول؟ ما بعتقد. ما بعتقد. أنا أبني قلبي هون أو قلبي هون ما معه. والله عصير والله العظيم عصير عصير له. شتم شاي العوجة مين؟ عيسى؟ ايش هو الشاشة؟ تبديل حكام؟ قول قول جول حكم حكم تبديل تبديل حكم قول له ثلاث ثلاث راس وينك راس هنا عيسى عيسى راس طلع في راس خلص العاب زين زين خيو لا عيسى لا بده لجوا وعم خوف يدخل جول حسن حسن 2-0 صارت هاي نزل ابو هدي نزل ابو هدي خليك خليك حارس حارس ليش يا سيدي انتقلوا للخطابين صرنا يعني خلاص صرنا 2-0 لازم نجيب نقصه 5 تضيع معنا وقت والله ربع ساعه ياسين ياسين انا لعيب متذكر متذكر قلت له بس راسك معي خلينا نلعب ولا ريحني فزتوا يعني هلا يعني ان شاء الله ايه الميله تلعب مع مين هلا المباراه الجاي بعد كوس مباراه عادي على مين اللي يلعب مباراة بعدكم؟ مين ومين؟ نده نده وما بعرف فريق تاني. احتمال. هذا ياسر انت جوال جوال النص. الله ضروخ.
خير شاي. نحن شوفوا شو الهجوم بس على حلوة محاوين احمر المهم اكبر الطابق ابو حميد لعب تشوف اليسار انت اسراوي ابو حميد لايك خلاص والله انت سبته زمان انا والله شو بيعطونا راتب كمان على كل مباراه ضرب له ايده كسر له ايده ابوي حارس كون الواحد وين حارس كون وين عم يلعب مهاجم مش باين وينه نعم ما شفته عنده حركات ولا عنده حكم لا زلمه حكم رسمي لعيب يلعب منتخب سوريا للايتام هيا كان معي جول لك ايه حلو استاذ لا وين هو عليك الجول هنا تقضي احلى احلى طاهر نزيق طلع 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 شوت خلص الوقت 3 دقايق في حطوا جول بس خيان خسر 2-1 معلش Okay.
تغلي لا يعني حلو مبروك شباب. لا خالص انتهي.